السلام عليكم. بس احب انوه في اول الفيديو ان دلوقتي حصل تعاون مشترك بين الاستاذ يحيى عبد السلام وبين القناة، بحيث ان احنا نقدر نحل الكتاب الامتحان المراجعة النهائية بسرعة. وهو فعلا خلص الفصل الثامن من كتاب الامتحان المراجعة النهائية، وبيحل في الثامن اللي هو كتاب الامتحان العادي من اول السنة. ان شاء الله هتلاقوا الفيديوهات الخاصة بيه في القائمة، يعني هحاول ارتبها في القائمة بحيث ان احنا ننجز بسرعة الفترة اللي جاية دي. وكمان الناس اللي كانت نفسها تتواصل وتعرف اجابات بعض الاسئلة، ده احنا قدرنا نعمله عن طريق ان في صفحة، انا هسيب لكم لينك الصفحة في صندوق الوصف، صفحة باسم اماني منصور. الصفحة دي هنقدر يعني لو انت من خلالها هتقدر تعرف جروب الواتس وجروب الفيس اللي ممكن تبعت الأسئلة من خلاله، على أساس إن أنتوا تقدروا تتابعوا معانا. وطبعا إن شاء الله اللي عندي قائمة في الفيديوهات بخصوص الوقت بدل الضايع، هنلاقي بسهولة جدا إجابة لأي سؤال حد هيبعته من خلال الفيديوهات دهية، لأنها فيديوهات قصيرة مدتها سؤال واحد. أنا كنت بجهز فيها من زمان علشان خاطر اللحظة اللي احنا نتكلم فيها دي دلوقتي. هنبدأ بقى نحل المولد الكهربي. السلام عليكم. ان شاء الله هنكمل حل كتاب الامتحان المراجعة النهائية. احنا في صفحة 94 على المولد الكهربي، وانا شايفة ان افضل طريقة للتعامل مع المولد الكهربي هو عن طريق حل الاسئلة، لان كل سؤال هيوصل لنا فكرة جديدة في طريقة الحل. لكن عايز يتابع كل القوانين، انا عاملة تلخيص للمولد الكهربي في فيديوهين، مسألة فيها أكتر من مطلوب على فيديوهين فيها كل الحاجات الشاملة الخاصة بالمولد الكهربي، هتلاقوها على المنتدى. طب تعالوا نبدأ الحل. السؤال رقم 61، عندنا ملف مولد كهربي يتكون من 500 لفة، يبقى الN ب 500، مساحة ب 25 سنتيمتر، هنقول 25 في 10 أس سالب 4 عشان أحول من سنتيمتر مربع لمتر مربع، تمام. كثافة الفيض بي بسرعة زاوية أوميجا، تتولد قوة دفع كهربية مستحثة تعطى بالعلاقة. عندنا الـ EMF دي لحظية بتساوي 15 ساين، ودي المفروض السيتا. طيب ايه الـ15 دي؟ ما احنا بنكتب القانون، المفروض EMF انست بتساوي EMF ماكس ساين سيتا، فالـ15 دي تمثل الماكس. يبقى احنا كده عندنا الـ EMF ماكس عبارة عن 15، تمام. طيب والسيتا عبارة عن باي، عبارة عن 100 باي تي، يبقى السيتا عبارة عن 100 باي تي. طب ما السيتا تتفك ل 2 باي اف تي هتساوي 100 باي تي، تقوم الباي والتي يروحوا مع الباي والتي، يبقى 2 اف 100، يبقى الاف بكام؟ الاف ب 50 هرتز، طبعا هتساعدنا في الحل، تمام. فعايز كثافة الفيض، احنا هنجيب كثافة الفيض من الماكس، هنجيب البي من الاي ام اف ماكس، هنقول الاي ام اف ماكس بتساوي ابن 2 باي اف، ابن 2 باي اف. طب فين الزاوية؟ ما هو الماكس ساين 90، ساين 90 بواحد. طب انا عايز البي، يبقى البي هتساوي الاي ام اف ماكس على اي في ان في 2 باي اف، البعيد على القريب. تعالوا نعوض، هي الاي ام اف ماكس بكام؟ ب 15. طيب والمساحه بكام؟ المساحه ب 15 ب 25 في 10 اس سالب 4، 25 في 10 اس سالب 4، والعدد اللفات 500 والاثنين اهي، والباي ب 22 على 7 والتردد ب 50، هيطلع معايا الناتج 3 او 38 من 1000 تسلا، مش هلاقيها موجوده في الاختيارات، فانا هحرك العلامه كده خانتين، وبالتالي يبقى الناتج 3.8 من 10 في 10 اس سالب 2، عشان حركتها مرتين اهو، في 10 اس سالب 2، يعني الاجابه الصحيحه هتكون رقم ج. السؤال رقم 62، اي قيمه للقوه الدفع الكهربيه المتولده في الدينامو لا تساوي صفر؟ متوسط الـ EMF خلال دورة كاملة بيساوي صفر، متوسط الـ EMF خلال نصف دورة من الوضع الموازي بيساوي صفر. ليه؟ تعالوا نعمل نصف دورة كده من الوضع الموازي، يعني الوضع الموازي نعمل ربع كده وربع كده، يبقى انت معاك ربع في الجزء ده
وربع في الجزء المعاكس، وبالتالي الام اف اللي هتتولد في الربع ده هتلاقي الام اف اللي هتتولد في الربع ده، يبقى الام اف المتوسطه خلال نصف دوره لو هيبدا من الوضع الموازي بتبقى بصفر. امال الام اف المتوسطه خلال نصف دوره من وضع الصفر يعني من وضع البدايه ساعتها هتبقى ليها قيمه، يبقى امتى بتساوي صفر؟ المتوسطه خلال نصف دوره من الوضع الموازي. طيب لو كانت لحظية عندما يكون مستوى الملف موازي لاتجاه المجال، لما بيكون الملف موازي للمجال بتبقى الام اف قيمة عظمى بتساوي صفر، يبقى هي دي اللي عايز يختارها، ما بتساوي صفر امتى؟ الاختيار رقم ج. طب د عندما يكون مستوى الملف عمودي، لا لما بيكون مستوى الملف عمودي بتبقى الام اف اللي متولدة في الدينامو بصفر، يبقى الوحيدة اللي مش بصفر هو الاختيار رقم ج. السؤال رقم 73، يصبح المعدل الزمني لقطع خطوط الفيض بواسطة ملف الدينامو أثناء دورانه قيمة عظمى عندما يصبح مستوى الملف إيه؟ إحنا عندنا الـ EMF المتوسطة بنجيبها من قانون فاراداي سالب N في دلتا فاي على الدلتا تي. طيب إحنا عندنا يعني مثلا مصطلح اسمه EMF ومصطلح اسمه الفيض ومصطلح اسمه المعدل الزمني للتغير في الفيض، ماشي. الام اف معروفه، طيب والفيض اللي هو الفاي ام، والمعدل الزمني للتغير في الفيض اللي هو دلتا فاي ام على الدلتا تي اللي هو ده، تمام. الام اف الام اف اي حاجه نقولها على الام اف يبقى نقولها على دلتا فاي ام على الدلتا تي، دي هي دي، لكن الفاي ام لوحدها كده تعتبر عكسهم. فاحنا بنقول ايه؟ يصبح المعدل الزمني لقطع خطوط الفيض، يعني بيسالني على الدلتا فاي ام على الدلتا تي، ده اسمه المعدل الزمني، حاجه مقسومه على الزمن. المعدل الزمني لقطع خطوط الفيض يعني يقصد دلتا فاي على الدلتا تي، تمام. تكون قيمه عظمى لما الام اف بتاعت الدينامو تكون قيمه عظمى. طب والام اف الخاصه بالدينامو تكون قيمه عظمى امتى؟ لما يكون الملف موازي. يبقى الاجابه الصحيحه هتكون رقم ب. في السؤال 64، في الدينامو أي من العلاقات البيانية التالية يعبر عن العلاقة بين الام اف المستحسة اللحظية والزمن إذا بدأ الملف الدوران الوضع بيكون فيه مستوى الملف يميل على المجال بزاوية 60. إحنا عارفين في الدينامو بيبقى فيه زاوية، الزاوية دي ما بتبقاش بين الملف والمجال، فلما يقول لي معاك 60 بين الملف والمجال أستخدم أنا المتممة أستخدم 30، ف 60 دي مين؟ بين الملف والمجال ما بنستخدمهاش. يبقى احنا المفروض هنستخدم 30 ساين 30 بنص، يعني المفروض ان هو بادئ من نص قيمته العظمى، هنا بادئ من الصفر وهنا بادئ من الصفر وهنا متغيرش، اما هنا فعلا بادئ من نص القيمة العظمى، يبقى الاختيار الصحيح رقم أ. سؤال رقم 65، ما العبارة التي لا تعبر عن مقدار التردد في المولد الكهربي؟ هل هو عدد الذبذبات الكاملة اللي بيصنعها التيار في الثانية الواحدة؟ ايوه ده تعريف صريح. هل هو عدد الدورات الكاملة اللي بيدورها ملف المولد في الثانية الواحدة؟ برضو ده تعريف صحيح. طيب هل مقدار المسافة التي يقطعها المولد في الثانية الواحدة؟ قصدك ان انت بتتعامل معاه على انه سرعة خطية ال v بتساوي المسافة على الزمن. المسافة على الزمن دي كده سرعة خطية، والجسم اللي بيدور حوالين نفسه ما بنقدرش نوصفه بالسرعة الخطية لانها تختلف من نقطة لنقطة، وبالتالي احنا بنوصفه بالتردد او بالسرعه الزاويه. هو التعريف ده هو كده خطا، يبقى الاختيار اللي احنا هنختاره ج ان ده ما ينفعش نعبر عنه بالتردد. طب رقم د، هل نصف عدد مرات التي يصل فيها الجهد المتولد للقيمه العظمى في الثانيه الواحده؟ عدد مرات الوصول للقيمه العظمى في الثانيه الواحده 2 اف، فنصها هيبقى اف، وبالتالي فعلا نصها هو التردد. اذا التعريف اللي هو خطا هو رقم ج. السؤال اللي بعده، عندنا دينامو تيار متردد يدور ملفه في مجال مغناطيسي منتظم بسرعة زاوية قدرها أوميجا، فإن الزمن الدوري الملف كل الاختيارات فيها أوميجا، إيه علاقة الأوميجا بالزمن الدوري؟ إحنا عندنا الأوميجا بتساوي 2 باي إف، طب ما نقدر أقول إن الأوميجا بتساوي 2 باي، بدل ما أقول إف هقول 1 على التي، يعني على التي مقلوب الزمن الدوري مقلوب التردد والتردد مقلوب الزمن الدوري. طيب أنا عايز التي في طرف، اجيب التي هنا والاوميجا هنا، يبقى التي بيساوي 2 باي على اوميجا. فين هنا الاختيار الصحيح؟ يبقى الاختيار الصحيح رقم ب. الشكل المقابل يعبر عن تركيب دينامو، فاذا كان الضلع اي بي يتحرك في هذه اللحظه خارج الصفحه ودار ملف الدينامو دوره كامله، فان الفرشتين، تمام، اللي هي اف 1 واف 2. احنا عندنا الدينامو ده
موجود فيه اسطوانة مشقوقة الى نصفين، هو ممكن يبقى الدينامو مزود بحاجة غير الاسطوانة المشقوقة؟ ايوه ممكن يكون مزود بحلقتين. طيب لو كانوا دول حلقتين كانت ايه النتيجة؟ كانت النتيجة ان في تيار متردد في الدائرة الخارجية. طب ايه الاسباب؟ الاسباب ان مرة فيه واحد تبقى قطب موجب، لما يجي يدور نصف دورة تطلع فيه واحد بسالب، يبقى التيار رايح جاي في الدائرة الخارجية متردد. طيب دول مش حلقتين، دول اسطوانة مشقوقة الى نصفين، تمام. هما دول بقى هيخلوا التيار اللي موجود في الدائرة الخارجية موحد، يعني لو اف واحد هتبقى موجب، هتبقى موجب على طول، ولو اف واحد هتبقى سالب، هتبقى سالب على طول، وبالتالي التيار في الدائرة الخارجية هيبقى موحد، تمام. طب انا دلوقتي عايز اعرف اف واحد واف اتنين موجب ولا سالب؟ ليه بقى؟ قطب موجب ولا قطب سالب؟ لانها هتظل كما هي، لان دي عبارة عن اسطوانة مشقوقة الى نصفين. هستخدم قاعدة فيلمين جليد اليمنى، هقول ادي المجال من ان الاس والحركة الخارج، يبقى اذا التيار لاعلى، يبقى التيار هيمشي من ايه لبي لاعلى، لما يكمل هنا يكمل هنا يكمل هنا، يبقى اذا اف اتنين هتطلع لك تيار وكانها القطب الموجب، لان القطب الموجب بيخرج منه التيار، يبقى اف اتنين هتبقى موجب وهدناها موجب على طول، عشان دول مش حلقتين، دول اسطوانه مشقوقه. يبقى الاجابه به صحيحه، ان اف اتنين تعمل كقطب موجب في كل من نصفي الدايره. سؤال 68، عندنا مولد كهربي بسيط يمكن تغيير سرعة الدوران ملفه، بيتكون من عدلة فات ان، مساحة كل منها، معايا المساحة عبارة عن 4 على باي بس في متر مربع، مش محتاجة تحويل. يدور الملف في مجال منتظم البي بيساوي 2 في 10 أس سالب 3، شكل بيان مقابل مثل العلاقة بين القيمة العظمى الماكس والاف التردد، عايز عدد اللفات. لما يكون عندنا رسم بياني زي كده نحاول نجيب الميل ونشوف ايه علاقته بالمطلوب. عشان نجيب الميل صح نكتب القانون بس بشرط العصادات قبل يساوي، يبقى الاي ام اف ماكس بتساوي ابن 2 باي اف، اشطب على العصادات اللي هي الاي ام اف ماكس، اشطب على السينات اللي هي التردد، فين معامل السينات اللي انت ما شطبتش عليه؟ هو ده الميل. يبقى انا عندي الميل عباره عن اي بي ان 2 باي. طب انا عايز عدد اللفات، يبقى عدد اللفات بيساوي البعيد على القريب، يعني الميل على الاي بي في 2 باي. طيب تمام، تعال نعوض الميل، ادام بادئ من نقطه الاصل خد نقطه على نقطه، 800 على 50 فيها 16. طيب والاي 4 على باي، والبي 2 في 10 أس سالب 3. طيب والاتنين اهي والباي اهي، تقوم الباي تطير مع الباي، 2 في 2 ب4 في 4 ب16 تطير معاديا، يتبقى 10 أس سالب 3 تحت في المقام تطلع فوق 1000، يعني هتطلع 10 أس 3 لفة، يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم ب. السؤال 69، الشكلين المقابلين يوضحين نموذجين لملف دينامو تيار متردد نموذج واحد هو واثنين على الترتيب، فإذا كان كثافة الفيض المؤثرة على كل منهما ب، ويدور كل منهما بحيث تكون السرعة الخطية للضلع الموازي لمحور الدوران في، يعني السرعة هنا في والسرعة هنا في الخطية، تمام. طبعا اللي عارف استنتاج الاي ام اف اللي اتولدت في الدينامو جت منين هو اللي هيعرف يحل المساله دي. احنا كنا استنتجناها من ان قلنا ان احنا هنعتبر ان الاسلاك اللي بالطول دي هي اللي هتولد الاي ام اف، فكنا بنقول ان الاي ام اف المتولده في السلك هتبقى بلف، وعشان هما سلكين تبقى 2 بلف، واكيد مش هيبقى ملفوف لفه واحده، اكيد في عدد من اللفات، يبقى مضروب في الان. هنتعامل مع القانون ده. طب انا عايز اعمل نسبه بين الاي ام اف ماكس، طبعا دي الماكس، عايز اعمل نسبه بين الاي ام اف ماكس 1 على الاي ام اف ماكس 2، تمام. لما اجي اعمل نسبه مش هعملها بالاثنين، لانها هتكون واحده في الاثنين هتطير مع بعض، والبي واحده في الاثنين هتطير مع بعض، والفي قال لي السرعه اللي للاثنين في، يبقى انا هعملها بالال والان، يبقى ال 1 ان 1 عشان هي طردي، على ال 2 ان 2. ال واحد اللي هي الطول ده اللي هو عندي هنا في الشكل 1 2 ال، والان 1 هنا ب10. طيب ال 2 اللي هو الطول ده ال في ان 2 اللي هي 20. طيب ال هتروح مع ال، 2 في 10 ب20 على 20، يبقى 1 ل1، يعني الاجابه الصحيحه هتكون رقم ج. السؤال رقم 70، القوة الدفع الكهربية المستحسة في ملف دينامو تيار متردد عندما تكون الزاوية بين مستوى الملف واتجاه خطوط الفيض 45.
طبعا المتممة ال 45 45 زيها. فنقول ال اي ام اف ماكس ال انست بتساوي ال اي ام اف ماكس سين 45. طيب ما سين 45 واحد على جذر 2، يبقى الناتج اي ام اف ماكس على جذر 2. طب ما انا اقدر اضرب في جذر 2 على جذر 2، يبقى انا عندي هنا جذر 2 اي ام اف ماكس على جذر 2 في جذر 2 ب 2. هل الصوره دي موجوده؟ ايوه اهي الاختيار رقم ج، جذر 2 في ام اف ماكس على 2، يبقى الاجابه الصحيحه هتبقى رقم ج. السؤال 71، ملف مستطيل الشكل ابعاده من الابعاد نجيب المساحه 30 في 20 وهنضرب في 10 سالب 4 عشان نحول، عدد اللفات 200 لفه، يدور في مجال منتظم، الكثافه البي بتساوي 1 من 100 تسلا بمعدل 50 دورة لكل ثانية، تردد قيمته 50. عايز ايه؟ تكون قيمة القوة الدافعة الكهربية الفعالة المتولدة في الملف. عايز الـ EMF effect، الـ EMF effect الفعالة بتساوي الـ EMF max على جذر 2. طب ما الـ EMF max عبارة عن ابن 2 باي اف على جذر 2. طيب ما تيجي كده، طبعا جذر 2 عشان جاي من ساين 45، ال A هتبقى عندي 30 في 20 في 10 سالب 4 وال B بواحد من 100، عدد اللفات 200 وآدي الاتنين، والباي ب 22 على 7 والتردد ب 50 على جذر 2. هطلع الناتج عبارة عن 26.7 فولت، الإجابة هتبقى رقم B. السؤال 72، دينامو تيار متردد يدور ملفه حول محور موازي لطوله والقوة الدافعة الكهربية المستحسة اللحظية فيه تحسب من العلاقة دي. ايه معنى العلاقة دي؟ يعني ايه ام اف بتساوي 200 ساين 50 باي تي؟ هي العلاقة الأساسية بتتكتب كالآتي، الاي ام اف انست بتساوي الاي ام اف ماكس ساين سيتا، ده معناه ان دي كده قصاد دي يبقى دي ماكس، يبقى الاي ام اف ماكس بتساوي 200، وده معناه ان دي قصاد دي كده يبقى السيتا بتساوي 50 باي تي. طب ايه المطلوب؟ عايز احسب الافكت، يبقى الاي ام اف افكت بتساوي الاي ام اف ماكس على جذر 2، ده قانون محفوظ. الماكس بكام؟ ب 200 على جذر 2، مش موجوده في الاختيارات. طب بالرقم العشري؟ مش موجوده في الاختيارات. طب ما انا اقدر اضرب في جذر 2 على جذر 2، هيبقى ساعتها عندك هنا 200 جذر 2 وهنا جذر 2 في جذر 2 ب 2، اختصر على 2 فيها الواحد هنا فيها ال 100، يبقى الناتج 100 جذر 2، يبقى الاجابه الصحيحه هتكون رقم ج. السؤال رقم 73، الشكل البياني المقابل يمثل العلاقه بين الفيض المغناطيسي الذي يخترق ملف دينامو بسيط والزاويه بين اتجاه المجال ومستوى الملف خلال دورة كاملة، فيكون الشكل المعبر عن العلاقة بين القوة الدافعة الكهربية المستحسة في ملف الدينامو وزاوية دوران ملف الدينامو هو ايه؟ تمام، احنا عندنا الفاي ام والسيتا عايزين نحولها، طبعا السيتا دي جواها زمن، يعني السيتا دي عبارة عن 2 باي اف تي، فكأني رسم العلاقة بين الفاي ام والتي، عايز احول الفاي ام والتي لي ام اف، فانا عندي الاي ام اف بتساوي سالب ان في الدلتا فاي على الدلتا تي، يعني انا لو عرفت اجيب الميل بتاع الشكل يبقى انا برسم الاي ام اف. طيب هنجيب الميل ازاي؟ تعالوا نقسمها كده لمربعات زي ما هي موجوده كده، هنعملها كده كل ربع هنعمله بخط، كل ربع هنعمله خط. تعالوا نعمل تفاضل للرسم او نجيب الميل. بنجيب الميل ازاي؟ بنعمل مماس، المماس ده يمثل قيمة، ميل المماس ده ميل المماس ده يمثل قيمة عظمى، والكيرف طالع يبقى قيمة عظمى في الموجب، وعشان معايا سالب لينز هعمله قيمة عظمى في السالب، يبقى ده الصفر، ده القيمة العظمى في الموجب وده القيمة العظمى في السالب، عشان سالب لينز هعمله قيمة عظمى في السالب. طيب ده ميله ايه؟ ده ميله بصفر، هنزل هنا عند الخط ده وسجل عند الصفر، ما ده الصفر اهو ماشي. طيب ده ميله ايه؟ قيمة عظمى والكيرف نازل يبقى سالبة، وعشان سالب لينز هيبقى قيمة عظمى موجبة. طيب وهنا بصفر وهنا
كيو مع عظمى وكيرف طالع موجب، احنا هنعمله في السالب عشان سالب منس. هتطلع الرسمه بالمنظر ده. طبعا مش هلاقي الرسمه دي. طب هو عايز ايه بقى؟ احنا كده عملنا بالاتجاه بسالب لينس، هو عايزنا نختارها من غير ما ناخد في الاعتبار سالب لينس. يبقى انا عايزه دلوقتي ان انا امشي مع المساله، يعني مثلا دون كده ميله قيمه عظمى في الموجب، يبقى انا احقق ان هو قيمه عظمى في الموجب، وبعدين دون عند الصفر. فين بقى القيمه العظمى؟ اهي، وبعد كده عندنا وصلت للصفر، يبقى هو ده الاختيار الانسب. طيب ما يختارش ده ليه؟ علشان خاطر انا عايزه ابدا بالقيمه العظمى في الاتجاه السالب، ولا رسمه من هنا رسمه لي انه هنا بدا من الصفر، لا انا عايزاه يبدا من القيمه العظمى في الاتجاه السالب. ففهمت ان هو مش مهتم بسالب لينس. خلاص يبقى ناخدها قيمه عظمى، ميل بقى من غير سالب لينس، القيمه العظمى في الاتجاه الموجب وبعدين صفر، وبعدين القيمه العظمى في السالب، يبقى احنا اهو واهو ونمشي بالشكل ده. يبقى الاختيار الصحيح هيكون رقم ب. سؤال 74، ملف دينامو تيار متردد يكون من 120 لفة، عدد اللفات بتساوي 120، مساحة كل لفة المساحة عبارة عن 90، بس هضرب في 10 أس سالب 4 عشان أحول من سنتيمتر مربع لمتر مربع. الملف يدور بسرعة زاوية، عندنا الأوميجا سرعة زاوية وحدتها حتى راديان لكل ثانية 308، في مجال منتظم في كان متوسط القوى الدافعة التأثيرية المتولدة خلال ربع دورة. ايه المعلومة دي بقى؟ بيقول لي على قيمة الـ EMF المتوسطة خلال ربع دورة. طيب تمام، بقيمتها كام؟ قيمتها 2.64 و6 من 10، 264.6 من 10 فولت. فإن هذا يعني إن كثافة الفيض، عايز البي، عايز يحسب كثافة الفيض، يعني عايز يعرف قيمة البي. هنتعامل ازاي؟ احنا عندنا قانون للإي ام اف المتوسطة خلال ربع دورة. الإي ام اف المتوسطة خلال ربع دورة بيساوي ضعف القيمة العظمى 2 إي ام اف ماكس على باي، ضعف القيمة العظمى على باي، ادي الاتنين. والإي ام اف ماكس هفكها ابن أوميجا عشان معايا الأوميجا على الباي، والإي ام اف المتوسطة اهي. طب انا عايزة الإن، أسفل، انا عايزه البي، انا عايزه كثافه الفيض، انا عايزه كثافه الفيض يبقى الطرف المتصل، يبقى البي هتساوي الاي ام اف المتوسطه في باي على الطرف اللي فيه مجهول اللي هو 2 في اي في ان في اوميجا. تمام، تعال نعوض. الاي ام اف المتوسطه بكام؟ ب 6 ب 264 264 و6 من 10 في الباي 3.14% على الاثنين، عندنا المساحة 90 في 10 سالب 4، في عدد اللفات ب120، في الأوميجا ب308. هيطلع الناتج معايا 1.25% بالتقريب، يعني هيبقى الاختيار الصحيح رقم د. سؤال 75، دينامو تيار متردد القوة الدفعة المتولدة منه 200 فولت. يبقى أنا عندي الـ EMF effect ب200 فولت، فإن مقدار القوى الدفع الكهربية المتوسطة خلال نص دورة من وضع الصفر. الـ EMF المتوسطة خلال نص دورة من وضع الصفر بتساوي الـ EMF المتوسطة خلال ربع دورة، يعني بتساوي ناف فور اف أو ضعف القيمة العظمى على باي. لكن المتوسطة خلال نصف دورة من الوضع الموازي بيساوي صفر. الـ EMF المتوسطة خلال نصف دورة من الوضع الموازي بيساوي صفر. ليه؟ لأن الـ EMF اللي هتتولد في الربع ده هتلغي الام اف اللي هتتولد في الربع ده، لان بدءا من الوضع الموازي. تمام، طب دي بدءا من وضع الصفر اللي هي قيمه، هتساوي ايه بقى؟ هتساوي يبقى نقول الام اف المتوسطه دلوقتي اللي هي خلال نص دوره هتساوي ضعف الاي ام اف ماكس على الباي. يبقى انا محتاجه الماكس، هجيب الماكسيمال افكت، مش الاي ام اف افكت بتساوي الاي ام اف ماكس على جذر 2. تمام، يبقى الـ EMF max بتساوي ايه؟ بتساوي الـ effect في جذر 2، يعني 200 جذر 2. تمام، خلاص نجيب بقى الـ EMF المتوسطة، نقول ضعف القيمة العظمى اللي هي 200 جذر 2 على باي اللي هي 3.14%، هيطلع الناتج بالتقريب 180 تقريبا 180 واحد من عشرة أو حاجة، يعني 180، يعني الاختيار الصحيح يبقى رقم د.
السؤال 76 دينامو تيار متردد يدور ملفه حول محور موازي طوله، والقوة الدافعة الكهربية المستحسة اللحظية فيه تحسب من العلاقة. تمام، يبقى أنا عندي الـ EMF بتساوي 240 ساين 120 باي تي. دي معناها ايه؟ احنا عندنا القانون الاصلي EMF انست بيساوي الـ EMF ماكس ساين سيتا، فدي معناها ان دي كده قصاد الماكس يبقى دي ماكس، يبقى الـ EMF ماكس بتساوي 240 ودي قصاد السيتا يبقى دي السيتا، يبقى السيتا بتساوي 120 باي دي. طيب هو ايه المطلوب؟ عايز متوسط القوة الدافعة الكهربية المستحسة خلال 3 ارباع دورة، دي محفوظة. الـ EMF المتوسطة خلال 3 ارباع دورة بتساوي تلت المتوسطة خلال ربع دورة، يبقى التلات ارباع يبقى بتساوي تلت المتوسطة خلال ربع دورة. طب ادي التلت، هنا بقى هعوض عن المتوسطة خلال ربع دورة. المتوسطة خلال ربع دورة عبارة عن ضعف القيمة العظمى على باي، ضعف اهي القيمة العظمى اللي هي 240 على الباي اللي هي 3.14، هيطلع الناتج 59 تقريبا او 50.9، 50.9 يطلع الناتج 50.9، يعني بالتقريب 51 فولت، يعني الإجابة الصحيحة تبقى رقم ألف. سؤال 77، إذا كانت القيمة الفعالة للتيار المتردد تردده 50، يبقى احنا عندنا الـ F قيمتها 50 هرتز بتساوي، يبقى الـ I effect بتساوي 10 أمبير، فإن قيمة التيار بعد زمن معايا زمن 1/360. من وضع الصفر بتساوي ايه؟ يعني ايه قيمة التيار بعد؟ يعني عايز اي انست، الاي انست اي لحظية هتساوي اي ماكس ساين سيتا. انا ما عنديش لا الاي ماكس ولا معايا السيتا، هتعامل ازاي؟ هجيب الاي ماكس من الاي افكت، الاي افكت بتساوي اي ماكس على جذر 2، يبقى الاي ماكس هتساوي الاي افكت اللي هي 10 في جذر 2، يبقى هشيل اي ماكس واكتب 10 جذر 2 ماشي في ساين. السيتا بكام؟ السيتا ليها قانون عبارة عن 2 باي اف تي، ادي الاثنين والباي اللي جوه السيتا ب 180 والتردد ب 50 والزمن ب 1/360، هيطلع معايا الزاوية سيتا ب 50، يبقى 10 جذر 2 ساين 50، هيطلع الناتج 10 أمبير بالظبط. هدور في الاختيارات مش هلاقي موجود 10، بس الأقرب ليها 10.83%، فهختار الاختيار رقم ب. سؤال رقم 78، في الشكل المقابل مصباحين، مصباح إكس ومصباح واي متماثلين، إحداهما يتصل بمصدر التيار المتردد 24 فولت والآخر بمصدر تيار مستمر 18 فولت، فإذا كانت المقاومة الداخلية المصدرين مهملة فمين المصباح اللي له شدة أكبر؟ هنا ما تستعجلش في الإجابة وتقول إن الـ 24 أكبر من الـ 18، لأنها مش هتحسب كده. أمال هتحسب إزاي؟ هتحسب بالنسبة للدايرة واي، إن إحنا هنقول أو المصباح واي هنحسب تياره إزاي؟ هنقول الـ V بتاعت البطارية اللي هي 18 على الـ R، هفترض إن مقاومة المصباح R، ده بالنسبة للمصباح واي. اما المصباح اكس لما اكون مستخدمه تيار متردد ما بستخدمش الفي ماكس، بستخدم الفي الفعاله، يعني هقول ان الاي اللي في المصباح اكس عباره عن في افكت على الار، والفي افكت بقى مش 24، الفي افكت عباره عن الماكس على جذر 2، يعني 24 على جذر 2 وادي الار في المقام. لما تيجي تقسم ال 24 على جذر 2 يعني تطلع معاك قيمتها كام؟ 16.97% على الار، يعني البسط هنا هيبقى اقل من البسط هنا، وبالتالي التيار هنا هيبقى اقل والتيار في واي هو الاكبر، يعني الاضاءة المصباح واي هتبقى اكبر، يبقى الاجابة الصحيحة رقم ب. السؤال رقم 79، مولد تيار متردد القيمة العظمى لقوته الدفع الكهربية، يبقى احنا معانا الفي ماكس ب 240 وصلة بمصباح كهربي، فكانت القدرة المستهلكة الباور بتساوي 120 واط، 120 واط، ف
فإن القيمة العظمى للتيار المار في المصباح. عايز الاي ماكس، عايز قيمة الاي ماكس. تمام، هنشتغل على الباور. هي الباور بتساوي اي افكت في في افكت. طيب الباور بتساوي كام؟ 120. ايه علاقة الاي افكت بالاي ماكس؟ ما انا عايز اجيب الاي ماكس. الاي افكت عبارة عن اي ماكس على جذر 2. طيب والفي افكت عبارة عن في ماكس على جذر 2. الفي ماكس اهي 240 على جذر 2، 240 على جذر 2. تمام. طيب انا عايزة اجيب قيمة الاي ماكس، يبقى الاي ماكس بتساوي الطرف المتصل على الطرف اللي فيه مجهول، يعني 120 في جذر 2 في جذر 2 على 240، هيطلع معايا الناتج 1 امبير. ده كده 2 في 120 240 يبقى 1 امبير. يبقى الإجابة الصحيحة هتكون رقم ج. السؤال رقم 80، أي من الأشكال البيانية التالية يمثل العلاقة بين مقدار القوة الدافعة الكهربية اللحظية المتولدة في ملف الدينامو وجيب زاوية دوران الملف إذا بدأ الملف الدوران وضع صفر؟ خلي بالكم في فرق بين إن أنا أرسم العلاقة اللي بين الإم إف والسيتا، وإني أرسم العلاقة اللي بين الإم إف وساين السيتا. بين الإم إف وساين سيتا هتبقى علاقة طردية، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ب. ليه؟ لأن أنا عندي إم إف لحظية، الإي إم إف إنست عبارة عن الـ EMF max سين سيتا، يعني بين السين سيتا والـ EMF اللحظية علاقة طردية. يبقى احنا دلوقتي هنختار الاختيار رقم ب. السؤال 81، إذا كانت القوة الدفع الكهربية العظمى المتولدة في ملف الدينامو يبقى أنا معايا الـ EMF max بكام؟ بـ 200 فولت. فإن مقدار القوة الدافعة الكهربية المتوسطة، عايز الـ EMF المتوسطة خلال 1/10 دورة من اللحظة اللي بيكون فيها مستوى الملف موازيا لاتجاه الفيض المغناطيسي بيساوي إيه. تمام، إحنا دلوقتي عشان نجيب الـ EMF المتوسطة في الدينامو بنجيبها من قانون فاراداي. قانون فاراداي هو بتاع المتوسطات، وبالتالي هقول الـ EMF من قانون فاراداي EMF هيساوي سالب N، وخلي بالكوا لازم هتحدث دلتا ان في دلتا فاي على الدلتا تي، والدلتا فاي هنا التغير هينتج بسبب الدوران، فالتغير هيكون بسبب الزاوية. يعني ادي الان الفاي ام هتتفك لايه؟ مش هيحدث فيها تغير. البي مش هيحصل فيها تغير، لكن نتيجة الدوران التغير هيبقى في الزاوية. فهقول ساين سيتا 2 ناقص ساين سيتا 1 على الدلتا تي. تمام، يبقى الاي ام اف بتساوي ادي الان وادي الاي وادي البي. عايزين بقى نعرف سيتا 2 او سيتا 1 عشان نعرف نعوض ونعرف الزمن. يبقى هنا التركه في معرفه الزوايا والزمن. تمام، هنا السيتا دي مكون الفاي ام، يعني نقول الفاي ام عباره عن اي بي ساين سيتا. خلي بالكم فاحنا بنقول السيتا هتحدث فيها الدلتا. هنا السيتا دي اللي هي بين الملف والمجال، فانا دلوقتي هفترض ان انا عندي ده كده كانه اتجاه المجال، ودي البدايه ادي الصفر لما يعدي ربع دوره، هنا 90 هنا 180 هنا 270. الملف بادئ من الوضع الموازي، يبقى الزاويه اللي بين الملف والمجال بصفر. يبقى هقول سيتا 1 بصفر. يبقى انا دلوقتي بتعامل مع الدينامو من خلال قانون فاراداي، فقانون فاراداي في زاويه اللي هو الام اف بيساوي ان اي بي ساين سيتا 2 ناقص سيتا ساين سيتا 1. السيتا هنا هي الزاويه اللي بين الملف والمجال، ادام بجيب المتوسطه فهقول سيتا 1 بتساوي 0. طيب سيتا 2 لما يدور الملف 1/10 من الدوره، يبقى 1/10 من 360 يبقى عمل 36. يبقى بدل ما كان هنا بقى هيجي في الحته دي كده، يبقى ساعتها عمل زاويه كام؟ الزاويه اللي بينه وبين المجال بكام؟ ب 36. يبقى سيتا 2 ب 36. تمام، طيب ناقص اعرف الدلتا تي. يبقى الدلتا تي عباره عن 1/10 من الزمن الدوري، يعني تي على 10. تمام، نبدا بقى نعوض. نقول ام اف بتساوي ادي السالب، هو على فكره مش هو عايز المقدار، يعني مش مهم السالب هنا. طيب تمام، هو بيقول لي مقدار القوه، يبقى مش مهم سالب ولا موجب، بس ادينا كتبناه اهي. الان اي بي هنقول بقى ساين
سيتا 2 اللي هي 36 ناقص ساين سيتا 1، على فكرة ساين 0 بصفر يعني ناقص 0، على ال تي على العشرة. مقام المقام بسط، يبقى انا بحاول اهي امشيها واحدة واحدة، ان اي بي وادي العشرة، نكتب الارقام الاول وبعدين ساين 36، ده كده اكنها مش موجودة بصفر، يبقى مضروبة في ساين 36 على التي، او نضربها في واحد على التي. طيب ماشي، يبقى دلوقتي ادي عشرة، ان اي بي ساين 36 في واحد على التي اللي هي الاف، يبقى انا عندي الناتج بقى عشرة ناب اف ساين 36. طيب عايزين نعوض، هو احنا دلوقتي معانا الان والاي والبي والاف، لا انا معايا الماكس، طب ما الاي ام اف ماكس بتساوي ابن 2 باي اف، صح؟ بتساوي كام بقى الماكس بكام؟ الماكس عندي ب 200. طيب ما انا عايزه الان اي بي اف، الان والاي والبي والاف بيساوي ايه؟ بيساوي البعيد على القريب، يعني الان اي بي اف بتساوي 200 على 2 باي. ماشي نكمل، يبقى ادي 10 في 200 على 2 باي في ساين 36، هيطلع معايا الناتج 187 بالتقريب، يعني الإجابة الصحيحة رقم د. سؤال رقم 82، يمكن زيادة القيمة الفعالة للتيار المتردد من دينامو عن طريق كل مما يأتي معنا. القيمة الفعالة عايزين نعرف ايه اللي بيزيدها، يبقى لازم نعرف العوامل المؤثرة فيها، والعوامل بتيجي من القانون. يبقى احنا عايزين القيمة الفعالة للتيار، يبقى احنا عندنا مثلا الاي افكت عبارة عن ال V افكت على ال R. ال V افكت اللي هي عبارة عن A B N ابن أوميجا ساين 45 على ال R. طيب ايه اللي يزود لي القيمة الفعالة للتيار المتردد متولد من دينامو عن طريق ايه؟ زيادة سرعة دورانه، ايوه سرعة الدوران تؤثر على ال I تزودها. زيادة عدد اللفات، ايوه هي عدد اللفات اهي تزودها. طيب استخدام مغناطيس قوي، يعني بي قويه اهي تزودها. امال مين اللي ما ينفعش؟ استبدال الحلقتين المعدنيتين باسطوانه معدنيه مشكوكه الى نصفين معزولين، ده مش هياثر على القيمه الفعاله للتيار، يبقى الاجابه ما عدا مين؟ ما عدا جي. السؤال رقم 83، تحسب القوه الدافعه الكهربيه المستحسه اللحظيه في ملف الدينامو من العلاقه ام اف انست اللحظيه بتساوي ان اي ان بي اي اوميجا ساين سيتا. العبارات لا تصف الزاويه سيتا في هذه العلاقه وصفا صحيح. طب ايه هو وصف السيتا؟ هي الزاويه بين الملف والعمودي على المجال. طيب وبين المجال والعمودي على الملف. طيب والزاويه اللي بين اتجاه السرعه والمجال، لكن الزاويه اللي بين الملف والمجال ما بنستخدمهاش. تعالوا كده نشوف الاختيارات. الزاويه سيتا هي الزاويه بين العمودي على اتجاه المجال ومستوى الملف، تمام؟ هي زاوية بين اتجاه المجال والعمودي على مستوى الملف، برضو مظبوط. الزاوية سيتا هي الزاوية بين اتجاه المجال واتجاه السرعة، تمام؟ الزاوية سيتا هي الزاوية بين اتجاه المجال ومستوى الملف مباشر كده؟ لا مش هي دي الزاوية، يبقى ده مستبعد الوصف رقم د. السؤال 84، الشكل البياني المقابل يوضح العلاقة بين القوى الدافعة الكهربية المستحسة في ملف دينامو بسيط وزاوية دوران الملف خلال نصف دورة. مبتدئ من وضع الصفر، فعايز القوة الدافعة الكهربية اللحظية بعد دوران الدينامو 150 درجة مبتدئا من وضع الصفر بيساوي ايه؟ تمام، هو دلوقتي عايز لحظية عند الزاوية دي، فاحنا بنجيب اللحظية ازاي؟ بنقول الـ EMF انست اللحظية بيساوي الـ EMF ماكس ساين الزاوية اللي انت قلت عليها ساين 150. طيب ليه انا خدت الزاوية 150؟ عشان ده دوران من وضع الصفر من وضع البداية، فباخد الزاوية، تمام. طيب انا هجيب الماكس ازاي؟ هنيجي هنا عندي ام اف على الرسمة، بس الزاوية اللي قدامها طبعا دي مش الماكس، دي مش القيمة العظمى، قدامها زاوية مقدارها باي على 4، يعني 180 على 4 في 45. الام اف اللي عند ال 45 بنسميها افكت، يبقى انا عندي اي ام اف افكت بكام؟ ب 220. طيب ما انا عندي الاي ام اف افكت عبارة عن الاي ام اف ماكس على جذر 2،
طب ما انا ممكن اضرب طرفين فساتين ومن هنا اقدر اجيب الاي ام اف ماكس اللي هي بتساوي الافكت في جذر 2، واقدر هنا اعوض بقى عن قيمه الماكس الافكت بكام؟ ب 220 جذر 2 في صايد 150، هيطلع الناتج 155.5 فولت، يعني بالتقريب 156، فتبقى الاجابه الصحيحه رقم جي. عندي شكلين 1 و2 يمثلان عدد مذبذبات التيار متردد صادر عن مولدين كهربين مختلفين في نفس الفتره الزمنيه، عايز العباره اللي بتصف القيمه المتوسطه للتيار المتردد في الحالتين خلال هذه الفتره الزمنيه. طيب نروح للشكل 1 ونشوف القيمة المتوسطة للتيار. هنقول الاي المتوسطة خلال النصف ده هتلغي الاي المتوسطة خلال النصف ده، والاي المتوسطة خلال النصف ده تلغيها الاي المتوسطة خلال النصف ده، ودي كمان في هنا اي يلغيها النص ده، وهنا في اي يلغيها الاي اللي في النصف اللي في الاتجاه الاخر، يبقى هنا الاي المتوسطة بصفر. طيب هنا الاي المتوسطة خلال نصف دورة هنا تلغيها الاي المتوسطة خلال نصف الدورة التاني، والاي المتوسطة خلال نصف الدورة ده يلغيها الاي المتوسطة خلال نصف الدورة الاخر، برضو هنا الاي بصفر، فالاجابة الصحيحة د تساوي الصفر في الحالتين. هنتكلم عن الاي المتوسطة. سؤال 86، الشكل بياني المقابل يمثل علاقة بين شدة التيار المستحث في ملف دينامو وتيار متردد وزمن دوران ملفه، فإذا علمت أن مقاومة ملف الدينامو، يبقى أنا معايا المقاومة الآر ب16.5 أوم، فإن القوة الدافعة الكهربية المستحثة اللحظية بعد مرور مديني زمن 12 ملي، يعني 12 × 10^3 ثانية، عشان أحول من ملي ثانية لثانية، من وضع الصفر تساوي إيه؟ عايز الـ EMF المستحثة اللحظية، عايز الإنست، عايز اللحظية. طيب تمام، الـ EMF إنست اللحظية بتساوي الـ EMF ماكس ساين سيتا، عايزة أجيب القيمة العظمى الماكس وعايزة أجيب الزاوية عشان أقدر أطبق وأجيب له اللحظية. طيب الـ EMF ماكس بتساوي I ماكس في R، الـ EMF بتساوي I في R، أنت راسم لي رسمة التيار ومعايا الـ I ماكس، يبقى الـ I ماكس ب20. الاي ماكس ب20، يبقى انا عندي كده الاي ام اف ماكس بتساوي الاي ماكس في الار، فالاي ماكس هنا عندي ب20 في قيمه الار اللي هي 16.5، يبقى كده ده قيمه الاي ام اف ماكس. تمام، طيب عايزه الزاويه، احنا هنا ممكن نجيب من الرسم الزمن الدوري، هو الزمن اللازم لعمل دورة كاملة اللي هو 18، بس خلي بالك 18 دي ملي، يعني 18 × 10^3، يبقى أنا عندي الزمن الدوري 18 × 10^3. الزاوية هجيبها ازاي؟ هجيب الزاوية عن طريق قانونها، السيتا بتساوي 2 باي FT، ونعوض ادي التو والباي اللي جوه السيتا ب180، والتردد مقلوب الزمن الدوري، يعني 1 على 18 × 10^3، والتي اللي قال لي عليها 12 ملي، يعني 12 × 10^3، تطلع السيتا بتساوي كام؟ 240. يبقى انا كده جبت الماكس هضرب في ساين 240، هيطلع معايا الناتج سالب 285.7، يعني بالتقريب سالب 286، يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم د. السؤال 87، سؤال مميز اهو، بيقول لي الشكل البياني المقابل يمثل علاقة بين القوة الدافعة الكهربية EMF المتولدة في ملف دينامو تيار متردد خلال دورة كاملة والزمن دي، فيكون مقدار الـ EMF المتوسطة خلال الفترة الزمنية من T إلى 2T أكبر من مقدار الـ EMF المتوسطة خلال الفترة الزمنية من كام لكام؟ طيب من T لـ 2T، تعالوا كده نرسم الرسمة دي أهي، هنا الـ T وهنا الـ 2T وهنا 3T وهنا 4T، ماشي. من الـ T لحد الـ 2T دي كده اسمها الـ EMF المتوسطة، اسمها الـ EMF.
المتوسطة خلال ربع دورة من الوضع الموازي. هو بدأ من القيمة العظمى اهو، يبقى دي اسمها الام اف المتوسطة خلال ربع دورة من الوضع الموازي. تمام، اكبر من مين؟ تعالوا بقى نشوف من زيرو الى تي. من زيرو الى تي هيبقى عندك ام اف متوسطة خلال ربع دورة من الوضع العمودي او من وضع الصفر. بس احنا عندنا معلومة بتقول الام اف المتوسطة خلال ربع دورة سواء من الوضع العمودي او الوضع الموازي متساوية. يعني الام اف اللي هتيجي هنا من الوضع الصفر او وضع البداية هيساوي الام اف المتوسطة خلال او من ابتداء من الوضع الموازي، بيساويها، مش اكبر، مش دي مش اكبر ولا حاجة. طب نشوف الاجابة رقم ب، من 0 الى 2 تي. من 0 الى 2 تي دي اسمها ايه بقى؟ الحتة دي كلها اسمها الاي ام اف المتوسطة خلال نصف دورة من الوضع الصفر او من وضع البداية. الام اف المتوسطة خلال نصف دورة من وضع البداية، الام اف المتوسطة خلال نصف دورة من الوضع البداية بتساوي الام اف المتوسطة خلال ربع دورة، يعني برضو قدها. يبقى بالتالي الهدية قدها ودي كمان قدها. طب تعالوا نشوف رقم جيم، من 2 تي ل 3 تي. من 2 تي اهي لغاية 3 تي هتبقى عندك ام اف متوسطة خلال ربع دورة من وضع الصفر برضو زيهم. طيب نشوف رقم د، من تي لاربعة تي. من تي اللي هي دي لحد اربعة تي، يعني نقدر نقول ايه، نعبر عنها ازاي بقى، اهي الجزء ده كده من تي لحد اربعة تي، ده اسمه تلات اربع دورة. ما ده نص وادي الربع بتاعه، يبقى كده تلات اربع دورة. الاي ام اف المتوسطة، الاي ام اف المتوسطة خلال تلات تربع دورة بتساوي تلت المتوسطة خلال ربع دورة، يعني دي هتبقى أقل من الـ MF المتوسطة خلال ربع دورة. يعني المتوسطة خلال ربع دورة هتبقى تلاتة منها، يعني أكبر. يبقى الإجابة الصحيحة هتبقى رقم د، لأن الـ MF المتوسطة خلال ربع هتبقى أكبر من المتوسطة خلال تلات تربع دورة. يبقى الإجابة الصحيحة رقم د. سؤال رقم 88، الشكل بيان المقابل يمثل تغير التيار الكهربي المتولد من دينامو تيار متردد مع الزمن. المطلوب السرعة الزاوية وعايز القيمة الفعالة للتيار، يعني عايز الاي افكت والاوميجا. طيب ايه اللي ممكن استفاده من على الرسم؟ ايه البيانات اللي ممكن استخرجها من على الرسم؟ عندي العشرة دي عند قمة التيار، يعني دي تعتبر اي ماكس. يبقى انا عندي الاي ماكس القيمة العظمى 10 امبير. وممكن اعرف من هنا الزمن الدوري هو الزمن الذي يلزم لعمل دورة كاملة اللي هو 20. يبقى الزمن الدوري 20، منساش ان المحور بالملي ثانية، يعني 20 في 10 أس سالب 3. ومنه اعرف التردد مقلوب الزمن الدوري، يعني 1 على 20 في 10 أس سالب 3. طب ازاي اجيب السرعة الزاوية؟ ادي كده البيانات، السرعة الزاوية الاوميجا قانونها 2 باي اف. طيب ماشي، ادي التو والباي ب 22 على 7. امال امتى بستخدم الباي ب 180؟ ده لو انا كنت عايز اجيب السيتا، الباي اللي جوه السيتا بس هي ال 180، لكن هنا 22 على 7 والتردد عباره عن 1 على 20 في 10 سالب 3، هيطلع معايا ب 314.28% راديان لكل ثانيه. تمام، عايزين القيمه الفعاله للتيار الاي افكت بتساوي الاي ماكس على جذر 2. الاي ماكس عندنا قيمتها 10 على جذر 2، هنضرب طبعا مش موجود 10 على جذر 2 في الاختيارات، فهنضرب البسط والمقام في جذر 2. ادي جذر 2 وادي جذر 2، يبقى هنا 10 جذر 2 على جذر 2 في جذر 2 ب 2 على 2 فيها الواحد فيها الخمسة، هنا يبقى 5 جذر 2. يبقى انا عايز ادور على الارقام دي، هلاقيها الاختيار الاخير 314.29%، يعني بالتقريب، وهنا 5 جذر 2، يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم د. السؤال 89، الشكل بيان المقابل يمثل القوة الدفع الكهربية المتولدة من ثلاثة من أجهزة دينامو إكس واي وزد خلال نفس الفترة الزمنية، فإذا كانت الملفات لها نفس المساحة ومعرضة لنفس الفيض، يعني الـ A واحدة والـ B واحدة، فعايز يرتب الملفات على حسب عدد اللفات. تمام، طيب احنا دلوقتي بنقول ان الاي ام اف ماكس بتساوي ابن
2 باي اف. طيب انا عايزه ارتب على حسب عدد اللفات، يبقى الان هنا بتساوي مين؟ بتساوي الاي ام اف ماكس على اي بي 2 باي اف. طيب هو قال لي نفس المساحه ونفس البي، طيب بالنسبه للملفات كلها وبالنسبه اللي احنا عندنا التلات مولدات، وبالتالي بيشتركوا في نفس المساحه في نفس البي في، وطبعا التو موجوده في قوانينهم والباي موجوده في قوانينهم. اذا انا هميز الان الكبيره عن طريق قسمه الاي ام اف ماكس على التردد، تمام؟ يبقى انا دلوقتي عشان اعرف ان واي وان اكس وان زد ازاي، هقسم الاي ام اف ماكس على التردد. طيب هنيجي لشكل من الاشكال قدامي، ولنفترض ان انا هبدا بالملف الاخضر. الملف الاخضر ده الدينامو الاخضر ده اسمه واي، يبقى احنا عندنا الدينامو واي، ماشي. تعالوا نشوف تردده بكام، نعد عدد الدورات في الزمن ده. طيب باللون الاخضر ادي نص ونص، يبقى واحد وفي نص، يبقى واحد ونص. طيب الفي ماكس بكام؟ الفي ماكس عنده اهي الاخضر اهو عند القيمة العظمى باتنين، تمام، اتنين في. طيب نروح للملف اللي باللون المنقط ده مثلا، او الخط المنقط اللي هو الملف زد، يبقى نروح للملف زد. تعالوا نشوف التردد، ادي واحد وادي كمان موجة، يبقى اتنين. يبقى انت عندك التردد عدد الدورات عبارة عن اتنين، ماشي. طيب تعالى نشوف الفي ماكس ليه، الفي ماكس ليه اهي عن قيمتها في. طيب تعالى نشوف اللي باللون البرتقاني دوت، يبقى اللي هو اسمه ايه؟ اللي هو اسمه دينامو اكس. تعالوا نشوف التردد، طيب تعالوا نركز معاه، ادي نص ونص يبقى واحد. طيب والفي ماكس بكام؟ الفي ماكس بفي برضو بفي. طيب تعالوا نحسب الان في الملف واي، هنقسم الاي ام اف ماكس على الاف، يبقى 2 في على 1.5، 2 في على 1.5. طب تعالوا نشوف الان زد، يبقى هتبقى الفي على 2، الفي على 2، تمام. تعالوا نشوف الان في الدينامو اكس، هيبقى عباره عن ان على 1، عباره عن قصدي معلش في، هيبقى عباره عن في على 1. طيب ماشي ماشي، انا هعتبر مثلا هنا ادي اهو في 2 على 1.5 بقيمتها 1.3، 1.3 في، وهنا نص في، وهنا 1 في، تمام. يبقى نرتب مين الكبير بقى؟ اكبر حاجه 1.3 ده رقم 1، وبعدين 1، وبعدين النص. يبقى احنا عندنا ال n y اكبر من ال n x، اكبر اخر حاجه ال ان زد. نشوف كده الاختيار ده موجود فين، يبقى هنقول ال ان واي اهي، ال ان واي اكبر من ال ان اكس، اكبر من ال ان زد، يبقى الاجابه الصحيحه هتكون رقم د. السؤال رقم 90، الشكل بيان المقابل يمثل العلاقه بين كل من الجهد في والتيار اي ناتجان من دينامو تيار متردد خلال نصف دوره والزمن تي. فاذا كانت القدره الناتجه من الدينامو، عندنا الباور 175، الباور بيساوي 175 واط، فإن قيمة التيار اكس على الشكل البياني بتساوي ايه؟ تمام. هنا النقطة اكس بتشاور على الاي ماكس، يعني هو بيسألني على الاي ماكس، يبقى الاي اكس ده هو الاي ماكس. أمال مين الميتين؟ الميتين دي الفي ماكس، يبقى الفي ماكس قيمتها بميتين، تمام. طب خلاص كده احنا عرفنا هنتعامل ازاي. احنا هنتعامل بقانون الباور، الباور بيساوي اي افكت في الفي افكت، تمام. طيب الاي افكت قيمتها بكام؟ الاي افكت بعوض عنها، طب الاول الباور، الباور 175، الاي افكت بعوض عنها باي ماكس على جذر 2، يعني اي اكس، اي ماكس اللي هي اي اكس على جذر 2، والفي افكت بعوض عنها بالفي ماكس اللي هي ال 200 على جذر 2. يبقى انت عندك 200 اي اكس على جذر 2 في جذر 2 ب 2، وادي 175. طيب ادي 175، 200 على 2 فيها 100 اي اكس. طب احنا عايزين الاي اكس، يبقى الاي اكس بيساوي البعيد على القريب، يبقى 175 على 100، يعني 1.75 من 100 امبير.
يبقى الإجابة الصحيحة هتكون رقم ب. السؤال رقم 91، إذا كان تردد دينامو تيار متردد 50 هرتز، فإن تردد التيار المقاوم إلى تيار موحد الاتجاه والناتج من الدينامو بيساوي إيه؟ إحنا بنستخدم مقاوم معدني علشان نوحد التيار المتردد في الدايرة الخارجية بس، وبالتالي بيبقى التيار المقاوم كان شكله كده في الدايرة الخارجية هيصبح شكله كده في الدايرة الخارجية. يبقى إذن عملية التقويم المستهدف بيها التيار الموجود في الدايرة الخارجية، يبقى الشكلين دول ده كده في الدائرة الخارجية، هنا قبل التقويم وهنا بعد التقويم. طيب قبل التقويم بنسمي التردد ده بنسميه F، لكن بعد التقويم بيبقى التردد في الدايرة الخارجية 2F، لكن التيار في الملف نفسه قبل أو بعد بيدنه تيار متردد. رغم استخدام المقاوم المعدني، يبقى المقاوم المعدني ما بيعملش حاجة للتيار في الملف نفسه، ولكن هو بيقدر يغير التيار اللي في الدايرة الخارجية يجعله مقاوم موحد الاتجاه. وبيحصل ايه بقى لما بيتحول الى تيار موحد الاتجاه؟ بيتضاعف التردد في الدايرة الخارجية، تردد التيار في الدايرة الخارجية هيتضاعف، هيبقى كام؟ 100. سؤال 92، عند استخدام مقاوم معدني بدل من الحلقتين المزدلقتين لدينامو التيار متردد. طبعا المقاوم المعدني للسائلين ان هو بيخلي تيار الدايرة الخارجية موحد الاتجاه، لكن اللي جوه الملف ما يقدرش يعمله حاجة بدانه زي ما هو متردد. يبقى التيار المتولد في ملف الدينامو تيار متردد، لكن التيار اللي في الدايرة الخارجية هو التيار موحد الاتجاه. يبقى الإجابة الصحيحة هتكون رقم ج. السؤال رقم 93، الشكل المقابل يعبر عن تركيب دينامو التيار موحد الاتجاه، فأي من الاختيارات التالية يعبر عن نوع القطبين A و B واتجاه حركة الضلع X و Y في هذه اللحظة؟ دلوقتي أنا عندي مجهولين، أولا أنا مش عارفة اتجاه المجال، ثانيا أنا كمان مش عارفة اتجاه القوة هيكون ازاي. كل اللي أنا أملكه اتجاه التيار اللي هو محدده على الرسم، فأنا همشي التيار لحد الضلع X و Y لأنه بيسألني عن الضلع X و Y. فين الـ X و Y؟ أهو الضلع ده X و Y. طيب التيار ماشي أهو، هنكمل مسيرة التيار أهو لغاية ما يجي على الضلع X و Y ونبدأ نجرب الاختيارات. بيقول لي لو كان الضلع A N، لو كان الضلع A N وكان الضلع B S، هل الضلع X Y هيتحرك لخارج الصفحة؟ هل الضلع X Y هيتحرك لخارج الصفحة؟ تعالوا نشوف. أولا في الدينامو بنستخدم قاعدة فيلمنج يد اليمنى، آدي المجال من N ل S وآدي التيار لأسفل، يبقى المفروض هيتحرك بقوة للداخل، يعني المفروض إلى داخل الصفحة، هو كاتب إلى الخارج، يبقى الاختيار ده مستبعد. إحنا بنقول لو الـ A N والـ B S هيتحرك إلى داخل الصفحة، يبقى الاختيار الصحيح هو الاختيار رقم ب. السؤال 94، إذا قل عدد لفات ملف الدينامو إلى النصف وزادت سرعة الزاوية، السرعة الزاوية الأوميجا إلى الضعف، فإن القوة الدفع الكهربية العظمى المتولدة منه، لازم نكتب القانون إن الـ EMF العظمى اللي هي الماكس بتساوي ابن أوميجا. فانت عايز تخلي عدد اللفات يحصل له ايه؟ طبعا المساحة مش هيجي ناحيتها ولا البي هنحفظ مكانها بواحد، هو هيغير عدد اللفات هيخليها تقل للنص، اشيل ان واكتب مكانها نص، والسرعة الزاوية هيغيرها ويخليها تزيد للضعف. طيب الناتج، يبقى الناتج هيبقى واحد، يعني فيش اي تغيير حصل، يبقى اذا تظل ثابتة، يبقى الاجابة الصحيحة هتكون رقم ج. السؤال 15، الشكل المقابل يمثل ملف في الدينامو يدور بسرعة منتظمة حول محور عمودي على المجال منتظم، فإن النسبة بين قوة الدفع الكهربية المتولدة في الملف عند الموضع X والقوة الدفع الكهربية المتولدة في الملف عند الموضع Y، هو هنا هو ملف واحد ولكن المواضع مختلفة وبالتالي الزوايا مختلفة، فلما أجي أعمل نسبة هقول الـ EMF X على الـ EMF Y. طبعا مش هتكلم عن الـ EMF Max لأنها واحدة للاثنين، هي المشكلة في الزاوية، فأنا هتكلم على ساين السيتا الخاصة بالملف في الوضعية X والساين سيتا في الوضع Y. طيب تعالوا نشوف الملف وهو في الوضع X الزاوية بنحسبها ازاي؟ الزاوية بنحسبها من مستوى الملف والعمودي على المجال، يعني الزاوية اللي مديها لي 30 دي بين الملف والمجال ما باخدهاش،
لا انا هاخد الزاويه منين بقى؟ هاخد الزاويه اللي بين الملف والعمودي على المجال، ده اسمه العمودي، الخط المنقط ده اسمه العمودي على المجال. انا عايزه الزاويه بقى بين الملف والعمودي على المجال دي بكام؟ اذا كان دي كلها ب90، دي 30 يبقى دي 60، يبقى انا عندي هنا هقول ساين 60 على ساين واي. فين الملف واي؟ اهو الزاويه اللي انا باخدها الزاويه اللي بين الملف والعمودي على المجال، العمودي على المجال. طب اذا كان دي كلها 90 دي 60 يبقى دي كام؟ 30. انا باخد الزاويه دي اللي بين الملف والعمودي على المجال، يبقى اقول على ساين 30 هيطلع النسبه جذر 3 لواحد، يعني الاجابه الصحيحه هتكون رقم ا.